هناك تدابير يعني من حين البلاغ الذي وصل بمقتل الرجل الأممي، كانت هناك يعني متابعات حثيثة إلى اللجنة الأمنية، وكان اهتمام بالغ على مستوى القيادة العليا ورئاسة الجمهورية ممثلة بالأخ الدكتور رشاد العليبي، وأيضا الأخ عضو مجلس الرئاسة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وقد حثوا الأجهزة الأمنية على العمل الدؤوب ومتابعة الجناة، وأن تظل الأجهزة الأمنية في يقظة مستمرة وفي ملاحقة المجرمين والقتلة. والحمد لله تحركت اللجنة الأمنية وعملت غرفة مشتركة طبعا بقيادة اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة الأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة، وأيضا يعني العميد منصور الأكحلي مدير عام من المحافظة، وكذلك اللجنة المصغرة بمديرية الشمايتين، يعني تحركوا بعد أن رصدوا بالفعل تحركات الخلايا الإجرامية، وتم القبض على يعني منفذي الجريمة، وأيضا أكثر من 10 أشخاص لهم أيضا يعني مساهمات أو أيضا مشبوهين في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى. نعم، فيما يخص البحث عن بقية المطلوبين وآخر مستجدات التحقيقات ومن يقف وراء تلك العملية، أخبرنا عنها. أختي العزيزة، طبعا هذه الجريمة لا شك أن الجميع يعلم أن هناك يعني أيادي خفية لا شك أنها تسعى لإرباك المشهد السياسي في تعز، وخاصة عندما استقر جهازها الأمني والمدني وبالفعل بدأ يعني المناخ السياسي يستقر في محافظة تعز. فلا شك أن الميليشيات الحوثية التي سعت جاهدة بإرباك المشهد واجتياح المحافظات في بداية الحرب حاولت أن توجد مثل هذه العملية الإجرامية كمبرر لدخول واجتياح المحافظات تحت اسم القاعدة وداعش. ولا شك أن هناك تلاغم واضح بين هذه الميليشيات وأيضا هذه الجماعات الإرهابية الإجرامية التي تقوم بمثل هذه الأعمال، وهي بالفعل تخدم يعني تخدم أجندات كثيرة، ومن ضمنها الميليشيات الانقلاب الحوثية التي حاصرت تعز أكثر من 9 أعوام حصارا اقتصاديا وسياسيا، واليوم هذا الحصار أو هذه الطعنة في خاصرة تعز وخاصة الغدر التي نالت المندوب الأممي هي نالت تعز واليمن بشكل عام حتى تحاصر تعز مرة أخرى.